الصوم مثل الكنز الفياض البر للقلب الحر. لا يكفي صوم الخبز بل صون القلب عن كل شر. هللويا سكنى للرب، هللويا للرب المجد. للعقل صوم نور، للجسم قهر، للنفس طور، للقلب البر سور ضد الأهواء لله الشكر. هللويا رب الآلاء، هللويا للرب المجد. يا ابن الله أفهمت بالصوم الدنيا أشرارا عليا. ربي هل علمت دنيانا الحق والدرب السميا. هللويا والخير الأبقى، بيت خاله عيلت واقدم بمدي لخص غديد. ملكوش ما ينوح صليخول دحتيت له، ملكوش ما ينوح صليخول دحتينا له. صلوا علي مطول مران ألوهن قبل نترحم علينا بصلوته. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نتخذ صليبك درعا لنا واقيا، ولتكن بركتك علينا طوال هذا الصيام المقدس، فتتنقى ضمائرنا وتطهر قلوبنا ونسير نحو فصحك وقيامتك السير الحسن، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني نرفع التسبيح والمجد والإكرام إلى الرحيم الذي ينتظر عودة الخاطئين ويترقب رجوع التائبين، إلى الآب المحب الذي يحنو على الابن التائب ويقبله الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الصوم المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح المحب البشر، يا من منحت كنيستك الصوم المبارك درعا واقيا ودواء شافيا، يا من علمتنا الصوم بصيامك وتضحيتك فأفهمتنا غاية الحياة وجوهرها ومعنى العالم ووجوده وعظم محبتك وعطفك، أفد رحمتك على الناس أجمعين فيتوبوا، لين قلوب البشر أبناءك فيعودوا إليك ليعرفوك ويحبوك. امنحنا يا ربنا أن نتأمل في صوم الأربعين هذا وثماره، بالصوم والصلاة تطهر النفوس وتعف الأجساد ويسطع نور المسيح على الصائمين والمصلين، بالصوم والصلاة تعلو الروح وتتنقى الأهواء وتفيض الرحمة ويحل الروح القدس في النفس التي خلقت لتكون مسكن الله. والآن نهتف إليك يا ربنا
أهلنا أن نسبحك بشفاه بارة وأناشيد ملائكية صادرة عن قلوب طاهرة، واجعلنا نقتدي بصيامك ونهتدي بمثالك، فنصل إليك ونحمدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يا ابن الله يا من صمت كي تحيينا، اسمع صوت الحب ارحمنا يا فادينا، أنت أمن العلويين والأرضين، أمن جمع مؤمنين واهد الضالين. اللهم من أرضاك صوم الآباء اقبل منا هذا الصوم، نحن الأبناء عظم وارفع ذكرى العذراء والقديس، جد وارحمنا طيب ذكرى الموتى. آمين. اقبل يا ربنا يسوع المسيح صلواتنا، قدس صومنا وامنحنا رضاك وعفوك، فنحمل إنجيلك ونشهد لك بين الناس، ونمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات ألوه، قديشات حايلتونو، قديشات لوميوتو، اترحم علينا. قديشات ألوه، قديشات حايلتونو، قديشات لوميوتو، اترحم علينا. قديشات ألوه، قديشات حايلتونو، قديشات لوميوتو، اترحم علينا. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. بالصوم يفتح باب السماء، من صام يمنح ملك العلاء. رب العلاء يعلي مقاما، من بالنقاء يقضي الصيام. ربي حياتي أبلي رضوانا، واقبل صلاتي صومي قربانا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموطاوس وبارك يا سيد. يا إخوتي، صادقة هي الكلمة وجديرة بكل قبول. إن كنا نتعب ونجاهد فذلك لأننا جعلنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس أجمعين، ولا سيما المؤمنين. فأوصي بذلك وعلمه، ولا تدع أحدا يستهين بحداثة سنك، بل كن مثالا للمؤمنين بالكلام والسيرة والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على إعلان الكلمة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الموهبة التي فيك، وقد وهبت لك بالنبوءة مع وضع أيدي مجلس الكهنة عليك. اهتم بتلك الأمور وكن مواظبا عليها، ليكون تقدمك واضحا للجميع،
وانتبه لنفسك ولتعليمك واثبت في ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك والذين يسمعونك، والتسبيح لله دائما. هللويا هللويا. هل يستطيع بني العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام يرفع فيها العروس من بينهم، فحينئذ يصومون. هللويا. السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: عاد يسوع يقول لليهود: أنا أمضي وتطلبونني وتموتون في خطيئتكم، حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فأخذ اليهود يقولون: أتراه يقتل نفسه؟ فإنه يقول: حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. ثم قال لهم: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. أجل، إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموت في خطاياكم. فقالوا له: أنت من أنت؟ قال لهم يسوع: أنا هو ما أقوله لكم منذ البدء، لي كلام كثير أقوله فيكم وأدينكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أنا منه فهذا أقوله للعالم. ولم يعرفوا أنه كان يحدثهم عن الآب. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. الله معكم. نحن بالأسبوع الثالث من زمن الصوم الكبير، وبهالأسبوع بأول يوم من هالأسبوع بالأحرى بالتنين من هالأسبوع تضعنا الكنيسة مقطع من إنجيل يوحنا بالفصل الثامن. بهالمقطع عم نسمع يسوع المسيح عم يتوجه لليهود، وبشكل خاص للكتبة والفريسيين، عم يتوجه لإلهم ويقول لهم إنه هو منه من هالعالم. ومنشان هيك هن ما كانوا عم يفهموا عليه، ما كانوا عم بيأمنوا فيه، ما كانوا عم يقدروا يصدقوا هويته مزبوط. أنا وإنتو اليوم وكل معمد، نحن عمدنا على اسم يسوع المسيح، نحن لبسنا يسوع المسيح بالعماد. لكن أنا وإنتو كمان وكل معمد، دعوتنا إنه نكون عم نطوق، نحن نطوق إلى عالم الخير، إلى عالم يسوع المسيح. ودعوتنا إنه نكون عم نعيش هالعالم هيدا اللي هو ملكوت الله، ملكوت الله اللي ببلش من هون وبكفي بعدين فيما بعد. أما مسيرة الصوم فهي فرصة حتى نرجع نجدد حيلنا، حتى نرجع فعلا نشهد على هالطوق اللي جواتنا اللي بيدعينا تنكون عم نتحد أكثر وأكثر كل يوم بعد يوم بيسوع المسيح. مسيرة الصوم فرصة نشهد من خلالها على أنه نحن تعلقنا مش هون، نحن مزبوط هون ونحن عايشين هون، ولابد من حياتنا هون، ولكن نحن قلبنا مطرح تاني. ولأنه قلبنا مطرح تاني نحن منعيش وكأنه بهالعالم ولكننا مش بهالعالم، بمعنى أنه
لما العالم بيقول لي انه يلي ضحك عليك اضحك عليه، انا لانه عايش هون بس دعوتي مطرح تاني، يلي ضحك علي ما فيني اضحك عليه، بدي سامحه، بدي حبه، بدي اشهد قدامه بالمحبه حتى اكون انا سبب لانه يعيش هو تغيير معين بحياته، وبدي اكون انا بالدرجه الاولى عم عيش هالتغيير كمان، هيدا اكيد. لكن فرصه هالصوم اللي عم نعيشه هالسنه وكل سنه منعيشها حتى نكون عم نتجدد بدعوتنا هيدي، حتى نكون فعلا عم نسعى تنتحد بيسوع المسيح، عم نسعى حتى نعيش ملكوته بيناتنا، وبعيشنا لهالملكوت هون نكون عم نحضر لعيشنا معه بالكامل بالحياة الثانية. إله المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي. أمين. إيت الوت مد بحيدلوه والوطلوه دم حاد الطليوت، وينو بسوغ الطيبوتوخ اعو للبيتوخ وسغود بهايكلوت قوتشوخ، دحلتوخ مريو دابارين وبزادي قوتوخ لفيه، صلوا على أمة المران قالوا هون قبل قربانوخ نترحم علينا بصوتوخ، هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي آتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني، حضن العذراء الأم النقي عذراء مريم، مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيعة، هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطبوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول خطيبها، ومار يوحنا المعمدان، ومار مارون، ومار يوحنا مارون، وجميع القديسين. اذكر اللهم أباءنا وإخواتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة،
واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يا أم الله أم الحياة، كوني لنا خير الصلاة عند الإله نلقى رضا. يا أم الله يا أم الحياة، إن ابنك فوق الصليب سلمك سرا عجيب، صيرك أم الحبيب. يا أم الله يا أم الحياة، أنشر النور يا أم النور في دربنا في قلبنا، كي نلقى النور في ربنا. يا أم الله يا أم الحياة. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الإله الآب، الحب الحقيقي والأمان الذي لا يغلب والرجاء الذي لا يخيب، امنح ابناءك القائمين أمامك حباً وعذوبة وسلاماً دائماً، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضاً السلام بقلب نقي ونفس طاهرة بقبلة مقدسة تليق باسمك القدوس، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا هياكل الروح القدوس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في يا رب ننحني، فأرسل إلينا من أعالي مقادسك نعمة وبركة مجيدة، فنمجدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا من أرسلت في ملء الزمان ابنك الحبيب لخلاصنا، فسلمنا هذه الأسرار المقدسة المحيا، لا تجعلنا غرباء عن هذه الخدمة، ولا ترد وجهك عنا لكثرة خطايانا، فإنك وحدك القدوس مع ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين.
إنه لا حق وواجب. بك يليق التسبيح يا رب السماويين والأرضيين، وإياك يمدح العلويون والسماوات التي فيها يقيمون. ولك يهلل الناريون، وإياك يبارك الكاروبيم ويقدس السرافيم هاتفين وقائلين. قدوس 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 أنت الرب القوي، إله الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم رب. هوشعنا في الأعالي. إنك قدوس اللهم الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس، طبع واحد غير منقسم، وهو قدوس يقدس الكل بقوته الإلهية. يا من أرسلت ابنك لخلاصنا فنزل وتجسد وتألم وصلب من أجل صورته التي تشوهت. وبيوم هود قدوم حاشودي لمعبد حي، ساب اللحم بدا وقاديش وبارخ وقادش، واقصو يا بالتلميدا وكادو مار، ساب خول منه كل خون، هونو دين إتا وفغرو ديل. تحلوف يكون وحلوف ساقية، ما تقصي وما تهاب، حوسو يتحوب والحايد العلم علمين. خانوا عالكوس ودمزيغوا من حمرو من ما يبارخ قادش، ويا بالتلميدا وكادو مار، سابشتا ومنه كل خون، هونو دين إتا ودمودي للدياتي قحداتو. دحلو فيكون وحلو فساقية، ميت شد وميت يهاب، حوسو يتحوب والحاية دل عالم علمي. بهذا اصنعوا ذكري، فحين تأكلون هذا الجسد وتشربون هذا الدم بموتي تبشرون حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك، وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا، فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نذكر تدبيرك الخلاصي أيها المسيح إلهنا، نبتهل إلى جودك حين تأتي في المجد مع ملائكتك القديسين، وينتظر كل إنسان الجزاء الذي يستحق، وتقيم الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار
لا نكن يا رب غرباء عن بيتك، ولا تشح بوجهك عنا، ولا تخطر زلاتنا وخطايانا على قلبك القدوس، ولا تطرحنا من أمامك نحن الذين عرفنا اسمك القدوس وجاهرنا بالشهادة لألوهيتك، بل عاملنا بحسب وعودك، واغفر ذنوبنا وسامحنا وارحم ميراثك، فها إن بيعتك التائبة تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك، وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما رهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. أيها الآب الرحيم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين الروح الحي والقدوس والمحيي وواهب القداسة والناطق في النبوآت ومكلل الرسل القديسين والشهداء، وليحل على هذه الأسرار ويقدسها. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فينال المشتركون في هذه الأسرار قداسة النفوس والأجساد ونقاوة القلوب وطهارة الأفكار، عربونا للملكوت السماوي والحياة الجديدة إلى الأبد. آمين. نذكر يا رب في وقت الذبيحة هذا كل الكنائس المقدسة ورعاتها المستقيمي الرأي، لا سيما مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار بولس مطراننا، وسائر الأساقفة، ونذكر معهم الكهنة والشمامسة وسائر خدام بيتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. من أجل أماني وثبات العالم كله، ومن أجل بركة السنة وخصب الأثمار، ومن أجل المرضى والمتضايقين، ومن أجل جميع الداعين في البحر واليبس والجو اسمك القدوس، والمعترفين أنك أنت الإله الحق، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب جميع الذين قربوا اليوم القربان على هذا المذبح، والذين شاءوا أن يقربوا وما استطاعوا، هب يا رب كلا منهم وفق نيته، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نذكر جميع القديسين الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ووالدة الله مريم ومار مارون ومار شربل وجميع الأبرار والصديقين، أهلنا بصلواتهم للقيام معهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب بنعمتك الذين انفصلوا عنا وانتقلوا إليك وقد اعتمدوا وختموا برسمك وتناولوا جسد ابنك ودمه الثمين منذ التلمذة المسيحية الأولى حتى يومنا،
فهم ينتظرونك ويتوقعون رجاءك المحيي. أقمهم في يومك الأخير واغفر برحمتك خطاياهم، لأنه لا يمكن أن يوجد على الأرض بريء من الخطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن، هكذا يكون إلى الأبد. آمين. آمنا قاربنا وقطمنا نقوسنا خارستي يهود رحمش مليون. يا أبانا الحق ابنك المذبوح قربانا في دار فاقبل من ضاع ليبررنا أهوى الردى اقبل منا هذا القربان واصفح عنا وانسى خطايا ضد جلالك صدرت منا. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. اللهم الآب قابل الصلوات ومستجيب الطلبات، يا من علمتنا بابنك الحبيب أن نقوم أمامك، أعطنا أن نهتف إليك بنفس طاهرة وضمير نقي، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. نجنا يا رب من كل التجارب ومن أذى الشرير، لأنك أنت القادر على كل شيء، وإليك نرفع المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب المنحنين أمامك بنعمتك ومراحمك الوافرة، وأهلنا للاشتراك في أسرارك المحية والاختلاط بجموع قديسيك، فنرفع معهم المجد إليك وإلى ابنك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. جسد سيدنا يسوع المسيح ودمه يعطيان لمغفرة خطايانا والحياة الأبدية.
والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحيا سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا أحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين. عرفت بأن قد تعثر دربي فجئت إلي تقود خطاي وتعرف أني بحبك ربي أهيمك صب وفيك أواي وليس لدربي سواك رفيق يا الله يا الله نهبت الطريق أسائل